صباح الخير، صباح النور. كبيدات لبس عليكم بخير. هنين كدايرين مع الصحة؟ شخباركم؟ عرفتوا دابا مع حلي الطوموبيل كنحط في السلعة بغينا نمشي للاجونس. دابا 9 ديال الصباح، شوفوا مقلقلة حرارة الحرارة. شوفوا الطوموبيل كي صباح داير المشاش. راه البارح الوحدة ونص ديال الليل مسكينة نويدة كتغسل في الطوموبيل. وشوفوا هاتو، شوفوا 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 الحالة، شنو داير ليا المشاش في الطوموبيل. شتو ناري نادا تنوض، الله يسجيها البكية. وعاد الغبرة، شوفوها الغبرة. شتو ناي باش نقول لكم، شتو القيضة مصال. عندنا الغبرة كتغسلي الحاجة تصبح مغبرة، ما فيهاش شك. داكشي علاش طوموبيلتي دائما كتبان لكم مغبره. وواحد المره والله الا مشينا للجديده سيمانه، الطوموبيل بقات تتبري. هانتوما تمو جايين راجعين، عاد توصلوا الخريبكه تتلقاي الغبره. اش غنديروا ليله؟ يلاه صافي صافي، دابا جاو معايا. ندى قالت لي حيدي ديك النظاطر، ما جاوش معاك. احنا لا لا ندى حيدناهم. المهم اختي لباس تتقادي تفركس، واخا تعرسو راه تم تكاطرو بالعروق. شحال حتى تفضل عرس الدراري كل ثلاثة خمسة خمسة في الصاد. شو حنايا ضروري الماء، الماء 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 في الترموس كي حط باقا بشحال هكا واحد. خصنا ولا نعمرو الجات، يلا بلاتي نشدو الطريق ان شاء الله. هات حنايا وصلنا لسوق السبت، مشينا للدار. ها هو السي محمد معانا. احنايا ها سميتو السي محمد، مشينا جبنا من الدار هنا دا ونور هان، جينا عند صاحب السي محمد. يلا هاجي واجي وتهضري. ضربيني بنتي ضربيني. قلت لكم البنات جينا عند الولد صاحب السي محمد اللي كنت خديت من عنده الثلاجه في سوق السبت. كملنا الحمد لله بخير وعلى خير. الله يخرج الله يخرج سيرفيسنا على خير. ايوا وخصني شي حاجه اخرى غادي نعاود ناخذها ان شاء الله. سبحان السي محمد. يا زيد فين السلام؟ بناتك اليوم داروا لي الاهانه. هشام واش شاف لي هذا؟ تبارك مزيان لاباس عليكم بعدا. الله يحفظكم يا رب. امين اللهم امين. نعم صباح بغيت ناخذ واحد اللعيبه البنات غادي نشاركها معكم ونبارطاجيها معكم ان شاء الله من بعد. المهم هشام جابها لينا، قال لي الا ما عجبكش بحال لا ما جاتكش رجعيها في المبالاج ديالها. المهم نشوفوا قادو معانا دابا الثمن. هذا فاش غتبغي تمشي تقرا؟ ها الماكينه ديال الصابون اللي غادا ديرها. وا ويلي هذيك راه بغينا نشريوها. يلا تقاش اجي لي ارا من هنا ارا من هنا. وكاينه وحده كتتسنى بحال الفانيليا. شتي واش تا مغسل فيها هو يجي معنا شات عظمر؟ واش بغيتي؟ وقع صيفطها لك فين؟ وكاين الفراكه نجيبوا لك الفراكه. الله يا ربي ياك والبنات هذه ما غاتفكش من الدواقي. خاصه الفراكه. واه خاصه الله يبارك الفراكه باش تعرف باش تعرف. البنات واحد الشربه ديال الماء واعره. الترموس بارد. التليفون كيصوني راه تنجبد التليفون. كوني هشام مشى. المهم ها هي سميتو شنو 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 الماكينه اللي كانت صحات شي شحال. لا لا راه التليفون حاطه تي هارتك درك تدفق الماء السيد، درك تدفق الماء السيد. يلا خير نمشي ويجي السيد نشوف واش درنا معاه الثمن باش نمشي في حالي. حنا وصلنا للدار، الويفي حطيه ليها وروحتك شي جهه ناري على حراره. اول مره في التاريخ هدايه كتبوسني. تي مبغاش تبوسك؟ انا باسني هاد الدراري مسكين وقادو هذا لحبيبتكم تما الويفي. الله يعطيكم الصحه. نصر الله كيف عندك يا نصر؟ الله مسيحك. 23 والله ينجحك. تا ياسر تا ياسر تا هو تيقرا مع نصر الله. رامو يسلمنا عليها. رامو حيد الموسيقى. رامو في الكوزينة. حيد الموسيقى حيد. نحط اختي القاميج ونحط السروال حقاش الصهد 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 الموت. نلبس شي بيجامة فاش نتمرح ونقلب. شتي الكسكسو هدايا؟ هاهو كسكسو كسكسو بالحمص والدجاج حطيتي حطي. اوه هيا اختي هدايا الزوينة. هدايا فنونة. هاكا ليا ها اختي كانت غداو الكسيكسو. هاهي امي البنات امي
عمي قولي السلام للمتتبعين. السلام عليكم ابنيتي. السلام عليكم وليدي، لاباس بخير؟ ايوا حنا وليدي ناكلو واه بصحة والراحة كاع ما شتكرتي دايرة زيك. واه يلا تزيدوا تاكلوا زيدوا. مع امي بقى فيها الحال ما صورتهاش قبيله، المهم انا كي تصورتها دابا. لا هي اللي كتكب لينا نصر الله. لا دا تتكب لينا والعميرية الله يخليها ليلي. يا الله نتغداو البنات. واش هذاك اللبن اش داير فيه؟ كسكسو. كسكسو فيه اللبن. هذا عواطف الدراري عطيتهم مولا. بالياسر بالياسر بغاوش. لا ياسر ياسر عطيه مونادا ياسر. عشر بنتي خلي اللي بقى انا نجيب لهم كيسان. الله البنات ناكلو ويعطي الصحة للعميرية. انا احنا راه تغدينا وتكينا. شوفوا 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 اختي اختي اش كدير اختي؟ اي هدايا شي داير في المخزونه. شوف وي هدايا هدايا عافاك عافاك عاد المرة. لا لا هدايا ايوا اش كديري؟ تصايبي لنا عصير؟ وهدايا وعاش وبينا شو شادة مولي نكسة البنات. شو شوفوا هدايا ايوا هدايا اش كديري؟ وهدايا شوفوا شوفوا هدايا 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 ديري باي باي هدايا باي باي. هدايا اليوم راه باسني الكبيدة ديال حبيبتها. يلا تخرجي من تما هدايا غتغسلي الماعن. هدايا هدايا غتغسلي الماعن. اش اجي عافاك عافاك عافاك. حنا يوم لينا خرجنا خرجنا كنتقدا السلعة اللي خاصني نديها باش نحطها للبنات، وليني باقا تابعاني واحد الطريق ديك سي محمد. دابا حطيته في شارع بعيد تحت ديال الداخله كي كتسالي وصوني ليا جمع ليا الحساب قادم معايا جمع ليا الحساب قادم معايا نتقطع السلعه ديالي. شو عاشو والله الا هادشي شحال فيه ديال الجزري وجيبو هكا وهادي خاصته هكا. ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد. نادا طابت في الطوموبيل مال دادا ولينا طابو في الطوموبيل مع الصهد الحرارة. الله يأجرنا من عذاب جهنم وصافي. نمشي نتقدا يجمع ليا الحساب ونمشي عاود نطرق سي محمد ونمشي. ويدا شنو هذا الصهد جهة الصهد ويدات. حنايا غاديين دابا شادين الطريق. اش شحال دابا 46 دقيقة وباقا الحرارة يا اختي باقا الموت. اليوم الاخر فيها لا لا باقي موجة ديال الحرارة شي تيقول السبت. المهم انا راسي بعدا والله الا انا ضربت خلينا نشوفو. لا اله الا الله صافي. وحنا شادين الطريق البنات غادي العوينات غادي نجي سيدي جابر ونقضي واحد الشغل واحد الغرض وعاد نرجعو ان شاء الله. خلينا نورها الناعسة في الدار ما باش نفيقها. قلت لي ما خليوها حتى ترجع ليها باش ما تديرش معانا في الطريق. وحنا اصلا غنرجعوا نرجعوا السي محمد غادي نرجعوا. اللهم خلينا ناعسه ترجعوا ليها تشبع نعاس بعدا هي. الله اكبر ما شاء الله وصلنا. راسي 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 ضربني. يلاه شري لي ما جاش نخليو الدريات هما دا هاك هذا ديال النادا بيم صافي صافي.
ها كيشدي عندك تيبر دراك تعطاتي تربية لا هي خارجة برا راك هاد الطوموبيل حال حال سخون عفلها شدي حتى للدار وديري الثلاجة صافي خلي وعلى شو وصلنا راسي بغا يتفرقع والحرارة حنا جلسنا هنايا تحت واحد سميتو الشجيرات هادو تنتسناو وحلينا البيبان ديال الطوموبيل باش الطوموبيل تنفس محمد ولينا خرجوا واه ناري انا ما قدرتش نخرج انا عزيز عليا عمقه جالسه الطوموبيل تعجبني في الوقيته ديال البرد ماشي في الوقيته ديال الصيف الوقيته ديال البرد تكون دافي عرفتي كنجي صافي راسي بدات تفرقع عليا الله سواي كيفين هو ليلى اجي دور عطيني الساك ديالي الله يعطيك الساك نحيد لي لونتيون ندير اختي النضيضرات لحقاش فعلا الشمس تلمع ها ولا درني درني راسي بزاف لا صاف الاخر مسافه من الناس توفى لي من كل شيء هذاك الساك الغول هذاك الساك الليموني ولا فين الصغير اللي في الساك ارا هذاك راه شبه لي وا جيبي لي جيبي لي من واحد السوايع كبار لا ما كليموني ولا ما بعدي غنمشي على شي دار مني راسي كاين الروايح قلت لك الطري ديال الروايح وبراسي عندي وحده خاصني انا باش نمسح عندك السمح باش تمسح نظارك كاين النور هاند اللي خلينا شبعت مع ساك خويا هاك قرار ديال النيران شكرا كنت بعدا راك حادك ايوا شنو ما مزيان استاد بزاف واحد الدرجه هبطي 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 من الطوموبيل واخا نهبط راه ما يمكنش يا ورا هذا هو الجو اللي عندنا لينا جاك البرد ويلي اختي انت راه كاينه بحالها بحال لا لا وانت ما عرفتش شحال عندنا 42 لا ما عرفتش شحال وقالت لك جاها البرد البرد خاصني نوصل للدار ونشرب كينه ديال الشقيقه هاك اخويا هاك شكرا نشرب كينه ديال الشقيقه وكاينه ديال اودومي بران والله عاد انا هو دازني راسي سيد تعطل علينا قال لك انا جاي انا جاي راه دابا ربع ساعه والله الا تعطل المهم البنات اليوم دوزنا مع مالين الدار واللي بقى على مالين الدار كملنا هنا ولينا انا اللي عجبتني هي هدايه هدايه هي خزنا هذيك هي خزنة هدايه هذيك الخزنة ديالها وتتبوسني البنات باستني اليوم فرحي وسعدي بهدايا باستني اليوم لينا ما قالت لي والو ما شافتش الفيديو ديال الريل شفتي ديك البنيه الصغيره اللي جات عندي ولا لا الكلاب ولا ما شفتيش صافي ما شافتوش باللي ما شافتوش مزيان لحقاش لقيت بزاف ديال البنات كتبوا لي في لي كومونتير ناري وشافتك لينا بنت خوك فعلا لينا راه تدير من الدريات تيعجبهاش اي ما نخافش انايا من وحده ديال الليل الجوج دابا ما نخافش انا مش نخافش انا ويلي سمع بدواء اكتسبنا المناعه بالضم لا لا يلا سيدنا محمد رسول الله ما تعطل عندنا تعطل سبع دقائق و55 ثانيه الاخرى حاسبه حاسبه المهم كبيدات ديالي تهلاو ليا في راسكم وبالسلامة عليكم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اليوم دوزنا مع الوالده ما صورتهاش لكم بزاف لحقاش غنحاول نفيتي كاع داكشي اللي كتبقى دير وسميتو باش هكذا نبقاو في التقار وصافي المهم صافي انا الخواطر جينا عدا بالليلة معاهم اليوم اي والله يهدي ما خلقوا صافي وهذه هي سنه الحياه وحتى شي واحد ما تقل من شي واحد اخر والمهم اننا نقادوا الوقت ونوسعوا الخواطر ونقادوها الله يعطينا على قد همتنا يا رب العالمين ودات ديالي تهلاو ليا في راسكم وبالسلامه عليكم باي باي.